نور، محطتنا التالية رح نحكي فيها عن معلومات علمية عن صيدلية المنزل بزمن الكورونا والبقاء بالمنزل. كثير من الناس يمكن بتسأل شو لازم أخذ أدوية. الناس بعضها بيعتقد أنه بعض أدوية الالتهاب ممكن تفيده وتحمي، ولكن العكس صحيح. هالمعلومة وغيرها هي من المعلومات رح تعرفنا عليها أكيد الصيدلانية نورين القولي. سعد صباحك. صباح الخير والصحة حبيبة قلبي. صباحك كمان. صباح الخير. خلينا نحكي عن الثقافة الأكثر شيء، وعن عند كل العائلات صيدلية المنزل موجودة. لما حس بحالة من التعب بتلاقي الأم دائما تعطي يا حبة مسكن يا حبة التهاب. خلينا نحكي عن هي الثقافة اليوم. لما يحس واحد بشوية تعب لازم فعلا هون يتأنى قبل ما يأخذ أي دواء. طبعا بداية صباح الخير. كثير من العالم بيحسوا بالتعب، بس نحن ما بنعرف هالتعب شو منشأه او ليش نحن تعبانين. التعب لازم نعرف نحن من شو. اولا ممكن يكون وهن عضلي او عامله جهد عضلي، ممكن منطفين البيت، ممكن عاملين رياضه فتعبانين. فبهي الحاله بنفضل انه نبتعد عن اي دواء مسكن، بس نلتزم بالفواكه، نرتاح شوي بالبيت، بتلاقي ثاني يوم امورنا كلها تمام. اما اذا كان في عندنا تعب ثاني مرافق مع أعراض تانية، مثلا حرارة، ممكن وهن كتير ما عم نقدر نقوم أبدا، فحال بوقتها لازم نستشير طبيب مختص أو الصيدلانية اللي ناح البيت. أكيد نورين، يعني أنا أول ما شفتك خطر لي أسألك إنه شو أول شيء عم يطلبوا العالم أو أكتر شيء عم يطلبوا العالم من عندك من الصيدلية، عشو أكتر شيء الطلب بزمن الكورونا، شو هي الشغلات الخطأ اللي عم تسمعيها من العالم ممكن أنت كصيدلانية تصححي لهم إياها؟ اكيد هلا بزمن الكورونا صار في عنا العالم كثير متوتره، صارت عم تطلب ادويه عشوائيه. مثل ما نحن بنعرف انه بالكورونا نحن ما لازم ناخذ ادويه، لازم بس نلتزم اذا في عنا حراره بالسيتامول لحتى ينخفض حرارتنا. فصار في عنا كثير طلب متزايد على السيتامول، على الكمامات، الكفوف، والحمد لله العالم في عندهم وعي فبيطلبوا كحول، معقمات ومطهرات. فالحمد لله نحن في عنا وعي كافي الأمور بالنسبه تمام. للشعب الامور تمام. طيب خلينا نحكي عن الأدوية والأدوات الطبية اللي لازم تكون فعليا موجودة بصيدلية المنزل بهذا التوقيت تحديدا. تماما، بهذا التوقيت نحن عايشين حظر بالبلد، فلازم دائما منذكر ومنقول انه اللي بياخذوا ادوية مزمنة لازم دائما يكون في عندهم سبير لمدة شهرين او 3 شهور. مثل مرضى السكري او مرضى الضغط لازم يكون في عندنا خافض حرارة، معقمات، مطهرات، شاش في حال صار في عندنا حالة جرح، مضاد للحروق او كريم حروق. إذا في عنا أطفال لازم يكون دائما في عنا أدوية للأطفال مثل خوافض حرارة، أدوية مغص وما إلى ذلك. هدول الأشياء لازم تكون بالبيت ودائما نراقب تواريخهم. نورينا، يعني أكثر شيء بينخاف عليهم بهذه المرحلة هن الأولاد الصغار، وخاصة مع استخدام يمكن المنظفات والمعقمات اللي ممكن تعمل حساسية للولد الصغير إذا كانت يعني بشكل كتير كبير. صحيح. إضافة إنه يمكن هلأ الأولاد كلهم بمرحلة ممكن يتعرضوا لالتهاب بلعوم، لسخونة، وكثير الناس عم تخاف تعطيهم التهاب للولاد الصغار. صحيح. فكما خلينا نعرف هاي التفاصيل بما يتعلق بالولاد. حبيبتي، من زمان وزارة الصحة دائما بتحكي بسوريا انه نحن لازم نبعد عن ادوية الالتهاب. تناول ادوية الالتهاب بشكل عشوائي على المدى البعيد بيصير في عنا نقص بمناعتنا. هذا الشيء خاطئ. نحن لازم دائما نقوي مناعتنا بفيتامينات، مواد طبيعية، كرمال اذا اجانا دواء ما كان مثل الفيروس كورونا لسه ما في مرض ما له لسه دواء، فنحن ما بنلجأ لأدوية الالتهاب، مناعة جسمنا هي اللي بتقاومه. بالنسبة للأطفال فينا نحن نبلش بهذا الموضوع من الطفل، إنه نحن نبعد إنه نعطي أدوية التهاب إذا الطبيب ما قالنا ما في داعي، فما دائما بنلجأ لأدوية الالتهاب. ممكن مثل ما حكينا باراسيتامول أو خوافض حرارة للطفل تكون كافية لمدة يومين إذا كان منشأ المرض هو فيروسي، اما اذا كان جرثومي الطبيب دائما بيقول لنا شو ناخذ. بالنسبه للحساسيه هلا بوقت التنظيف بتلاقي الامهات صار الموضوع متفاقم، او حتى بتلاقي في ايام اشياء فوق يعني فوق اللازم اختراعات تماما، يعني مثل خلط المواد الكيميائيه، مثل انه نحن الكلور نستعمله مثلا بدون كسر بالمي. هدول الاشياء كلياتها ما لها صحيه، ممكن تؤدي لتخريشات. هذا اللي بدي اسال عنك اسال عنه اليوم، قديش فعلا هي المطهرات والمطهرات
المعقمات اللي بتقتل الجراثيم إلى جانب مظلم أو مشاكل صحية بيكون من خلال خلطة أو سوء استخدامها أو حتى تاريخ الإنتاج اللي بيكون ما حدا منتبه عليه. خلينا نحكي عن هي المشاكل اللي بتأثر بالبيت بالمشاكل الصحية خصوصا اللي عنده أطفال. صحيح، دائما بدنا ننوه انه ما نخلط المواد الكيميائيه ابدا. مواد التنظيف نحن في اذا فينا نطلع على الويب سايت تبعيت WHO بيقلنا او بيعلمنا شو الشغلات اللي بتقتل واللي ما بتقتل. هلا في خلطات جديده انعملت صاروا يقولوا انه هي الخلطات ممكن تنظف البيت او تقضي على فيروس الكورونا، مثل مثلا الخل الابيض مثل المي، هدول الاشياء ما بتقتل الفيروس، فنحن ما في الى لزوم. نحن فينا نستخدم مي وصابون او سائل الجلي بيساعد بتنظيف البيت بشكل كتير فعال من الجراثيم ومن الفيروسات. فينا نستخدم الكلور نكسره بالمي بنسبه 9 مي 1 كلور. كمان هيك نحن بننظف البيت وبضل الريحه اخف غير وقت نستعمل كلور لحاله. طبعا بدنا نعرف انه لازم وقت ننظف البيت نهويه جيدا اذا كان في عندنا اولاد صغار، يعني نحن بننظف الاوضه بنهويها بعدين بنحط فيها الولد كرمال ما يتحسس. واهم شيء انه ست البيت لازم كمان تحافظ على صحتها، يعني هي وقت بدها تنظف يكون في تهويه للبيت، ما تستعمل مواد اللي فيها كثير عطورات لانه كمان هذا الموضوع ما في له داعي. تستعمل كفوف اذا بدها تنظف كرمال ما تاذي ايديها بالمواد، لانه بنعرف كلنا هذا كله مواد كيميائيه بتاذي البشره وبتاذي الايدي. اكيد نورينا، يعني خلينا من الجواب ناخذ هيك كمان سؤال، كثير استخدام المعقمات اللي يعمل حساسيه او اكزيما بالايدين او جفاف. صحيح. كمان للصبايا ولست البيت وحتى للشباب صايرين عم يسالوا هي الاسئله. خلينا نعرف شو ممكن انه نستخدم، ممكن كريمات او حتى شيء طبيعي حتى فعلا نحافظ على الجلد. وكمان خلينا نعرف عن الصابون اللي فيه جليسيرين، كثير اسئله اجتنا انه هل هو بيكون فعاليته كتعقيم اقل من الصابون المعقم بشكل كامل؟ خلينا نحكي بداية عن الصابون. الصابون هي أول طريقة للتنظيف أو للتخلص من الجراثيم والفيروسات، هي طبعا حسب منظمة الصحة العالمية. فنحن مجرد أنه تغسيل والفرك بالصابون هو كافي، وطبعا لفترة معينة. إذا نضاف للصابون مثلا خلينا نقول شيء مثل الجليسترين، ممكن ينضف له ألوفيرا، ممكن ينضف له فيتامينات، فنحن هون ساعتها بنقول أنه هذا صابون طبي. بهي الحالة أنا دائما أفضل أنه نحن نلجأ لاستخدام الصابون يلي فيه جليسترين ببيتنا، لأنه نحن لازم نطهر إيدينا، لازم نعقمها بالأحوال العادية قبل الأكل وبعد الأكل. فكثر استخدام الصابون ممكن يعمل تخريش، يعمل جفاف، إذا كمان منغسل بمي سخنة بيعمل جفاف للإيدين، ممكن يعمل بعدين إكزيما يقشروا الإيدين ونتطرق لإنتانات والتهابات ما إلى داعي. فبهي الحالة أنا أفضل أنه نستعمل صابون فيه جليسترين أو مواد ملطفة للبشرة مثل الألوفيرا. بعد ما نغسل فينا نحط كريم على إيدينا، ما نبالغ باستخدام الكحول مثل ما صار بأول أزمة الكورونا، العالم كلها تلجأ للكحول، الكحول هو مطهر فعال بس ما في داعي بكل الوقت نستخدمه. يعني نحن إذا بمكان فينا نغسل إيدينا بالمي والصابون أفضل بكثير من أنه نستعمل الكحول. فبعد عن الكحول نستعمله فقط وقت نكون بالسيارة، نكون برات البيت، مكان ما فيه مرافق عم نقدر نغسل فيه. طيب إذا مثلا معه محارم معطرة، في كثير الناس بتقلنا محارم معطرة أو فيها نسبة كحول معينة تفي بالغرض لأنه بيكون خارج البيت مثلا ما معه كحول أو ما في صابونة، ضمن هاي الظروف المحارم المعطرة إذا كانت فقط مضاف إلى عطر فهي ما بتفي بالغرض لأنه هي فقط بتعطر، مثل تبعية المطاعم اللي مثلا بنكون قاعدين بيعطونا ننشف إيدينا، هي محارم فقط معطرة. أما المحارم اللي فيها كحول، نسبة كحول أو هي بتقضي على الجراثيم، فطالما فيها كحول بتركيبة فهي أكيد بتعقم. أو مثل المحارم اللي فيها ديتول، هي المحارم الديتول كمان ممكن هي تقضي على الفيروس لأنه فيها تركيب يماثل تركيب الكحول. نورينا كمان يمكن من الأسئلة كتير اللي بنسألها أنه كتير من السيدات عم يعملوا يمكن ماسكات طبيعية بفترة قعدتهم بالبيت، ممكن يخلطوا يمكن أشياء من الإنترنت أو ما تكون مناسبة لبشرتهم، هذا الشيء رح يعمل تحسس. صحيح. فكمان كيف فيك توعي كمان السيدات أو الصبايا اللي قاعدين هلأ بالبيت بخصوص هذا الشيء؟
طبعا القعده بالبيت بتولد افكار وشغلات جديده وطاقات وتخطيط واختراعات. دائما اي شيء بنشوفه نحن على الانترنت او بنشوفه على الفيسبوك في بوستات وهيك لازم نتحرى عنه، مو اي شيء فينا نطبقه على بشرتنا. نعرف دائما انه نحن الشيء اللي بنتحسس منه، مثلا المسكات اللي فيها عسل كثير مفيده، بس ايام العالم بتحسس من العسل، يعني هن بالاحوال العاديه ما بياكلوا عسل، فاكيد ما فيهم يحطوا على بشرته. الليمون مثلا بيضيفوا للمسكات ليمون بعيارات معينه، لازم كمان يعني انت مع الاشياء الطبيعيه؟ طبعا ما في افضل من الطبيعه للبشره، فدائما يعملوا مسكات بس اول شيء تكون مجربه من قبل او تكون معروفه، او فينا نلجا للشركات يلي هي عم تعمل منتجات طبيه وطبيعيه ومفيده للبشره بنفس الوقت بدون مواد. طيب بما انه نحن عم نحكي عن اهميه النظافه العامه واهميه فعلا الطريقه الصحيحه والاوليه هي غسل اليدين بالماء والصابون للتخلص من فيروس كورونا، خلينا نروح معك ومع المشاهدين غسل اليدين الصحيحه ونرجع. الطريقه الصحيحه لغسل اليدين: توضع اليدين تحت الماء لترطيب اليدين من جميع الجهات، يوضع مقدار من الصابون وتفرك اليدين ببعضهما لتوزيع رغوة الصابون على الجوانب وحول منطقة الأظافر وبين الأصابع والمعاصم. الاستمرار في غسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية. يغلق صنبور المياه باستعمال المنشفة أو يمكن استعمال مرفق اليد في حال عدم توفر المنشفة. نور، يعني مثل ما شفنا بالتقرير بما انه عم نحكي عن النظافه والصابون، نورينا يعني هلا قلت لنا معلومه نحن عم نحضر التقرير انه بتفرق المي اذا بارده او دافيه بحتى مده غسيل اليدين؟ طبعا هلا هي ما بتفرق فرق كبير، بس بتفرق بعدد الثواني. نحن اذا كانت المي دافيه او فاتره فنحن 20 ثانيه هي كافيه لغسل اليدين، اما اذا كانت المي بارده فبدنا ال 30 ثانيه. هي دائما السؤال نورين انه المي الساخنه هل بتقتل الفيروس؟ لا، هو مو مشان هيك ابدا، هو تعليل هذا الموضوع نحن طريقه تنظيف اليدين بالصابون او الاليه لهذا الموضوع هو انه نحن بنغسل بالصابون فبيطلع عنا فقاعات او البوبلز، هي الفقاعات هي اللي بتعمل سوكفاكتنت مع المواد، ان كانت مواد زفره ان كانت جراثيم ان كان اوساخ، فبتعمل معها مثل توحد معه وبتنغسل بالمي، بتروح بالمي. فنحن وقت نستعمل مي فاتره بتساعد انه يطلع فقاعات اكثر، فبهي الحاله نحن سرعنا بعمليات الفقاعات. بس طبعا بدنا ما ننسى الطرق يلي هلا شفناها بالتغسيل، انه لازم بين الاصابع، لازم تحت الاظافر، سنايا اليد كلياتها. اما اذا كانت المي بارده فبدنا وقت اكثر لتطلع هاي الفقاعات. يمكن كثير من الاهالي بيتبعوا كثير من الوسائل لاطفالهم لكيفيه غسل اليدين استخدام الصابون، في كثير من الناس بتضيف بعض القصص مشان تحبب الولد الصغير بهي التفاصيل. هلا اذا اضافت، في كثير من الناس بتضيف بعض المعطرات، بعض التفاصيل، احيانا في ناس بتلاقيها هي عم تعمل الصابون بتحط بقلبه لعبه او تحط معطرات او تحط مواد ملونه، قديش بتاثر على الصابون ولا لا فينا نقول هي مواد سليمه ما بتاثر؟ هلا انا بفضل انه نحن ناخذ الصابون او نتسوق الصابون من الصيدليه او من مراكز يلي هي بتعمل صابون مختصه، تعمل صابون طبي فيه هدول الاشياء، فيها العاب مثلا ممكن يكون فيها عطورات، لانه نحن ما فينا نضيف اي نوع عطر او التركيز اللي بدنا اياه، المقدار اللي بدنا اياه من العطر، انه نكثر عطر تعطي ريحه احسن، نحن هيك عم نخفف من فعاليه الصابونه. فانا بفضل دائما انه ناخذها من المصدر، من المحلات المختصه، حتى في صابون صار مخصص للاطفال بتلاقي فيه العاب، فيه اشكال حلوه بيحبها الولد، مثلا فيه الشخصيه اللي هو بيحبها بيرغب له، فبصير دائما بيفضل انه يغسل فيها كرمال مثلا تطلع له اللعبه او بيخلصها بالنهار بيتم يغسل لتخلص. تمام، بس انت هيك بتكوني عم بتحببي الولد. طبعا هي وسائل تحبيبيه للاطفال. تمام، مليون بالميه. نورينا كمان من الاسئله اللي كثير عم ننسالها انه انه افضل لتعقيم الايدين ان كنا خارج المنزل غير غسل اليدين، اذا كان الواحد مضطر، الجل تاتش او الكحول؟
هلأ وزارة الصحة العالمية أكدت أنه لازم يكون كحول. ولكن نحن معقم الإيدين أو الجل اللي بعقم الإيدين هو بتركيبه في كحول، فنحن الاثنين معنا نفس الشيء بالنسبة لإلنا. بالنسبة للبخاخ أو لإلي أنا أفضل أكثر الجل المعقم للإيدين، لأنه نحن الجل بينحط بمقدار معين على اليد ومنضطر أنه نحن نفكه كل إيدينا مثل عملية التغسيل بالماء والصابون بين الأصابع وصنايا الإيد. أما الكحول البخ ممكن نحن نبخ نعمل هيك وخلص، فنحن هيك ما بنكون أخذنا الفائدة المرجوة. فأنا مشان هيك بفضل الجل كونه هو بيحوي كحول بتركيبه وبينظف، وفيه حتى أيام بيكون معطر فبيساعد، أو فيه مواد ملطفة مثل الألوفيرا. طيب خلينا نحكي عن نسبة الكحول، في كثير من النسب متفاوتة لأنه في منتجات عديدة بالسوق، في نسب بتكون من 70% ل 75%، في نسب من 90% ل 95%. صلاحيتها أو فائدتها قديش بتكون أثرها قوي أكثر من غيرها؟ نحن مو دائما وقت يكون التركيز عالي معناتها نحن عم ناخذ النتيجه الصحيحه، وخصوصا بالفيروسات او بفيروس كورونا اثبت انه الكحول ما لازم يتعدى ال 75% نسبته، يعني نحن فوق ال 75% مثلا وقت نقول 95 و90%، فان نحن هيك ما عم نقتل الفيروس، بالعكس نحن عم نحطه. هي معلومه صحيحه؟ لا، في كثير من الناس بتقول لك لانه نسبه اعلى بنفكر بتقتل، لا هي بتحاول تثبت البكتيريا اكثر مش تقتل اذا كان النسبه عاليه. هي نحن وقت بدنا نحارب الفيروس او الجراثيم بشكل عام، نحن عم نحكي هلا على الفيروس خصوصا، بيصير هو بيحمي حاله اكثر، فبصير بيتخبى من بهذا المصطلح يعني مشان نقدر نفهمه، بيتخبى بصير وقت يكون تركيز الفيروس عالي، التركيز سوري الكحول عالي. اما نحن وقت نستعمل الكحول من ال 65 لل 75% فقط، فهو بيفوت لداخل التركيب تبعية الفيروس وبيقضي عليه. فنحن مفضل يكون تركيز اقل من 95 أو 90%. نورينا يعني شكرا كثير على المعلومات اللي اعطيتينا اياها، كثير من المعلومات اللي بعض الناس كان عندهم تساؤلات عن صحتها واخذوا المعلومه الصحيحه منك، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. الصيدلانيه نورين قولي نشكرك على وجودك معنا، حاولنا خلال هالفتره الزمنيه القصيره نسال اي سؤال ممكن يخطر على بال المشاهدين، شكرا كثير لك. شكرا لكم، اهلا.